ورجعنا لكم من الفاصل ولسه مكملين معاكم فقره جديده وموضوع جديد من عصابه حواء. خليني قبل ما ابتدي في موضوع الفقره ارحب بزميلتي نرمين عامر. صباح الخير يا نرمين. صباح النور يا رغده، صباح الخير على كل مشاهدينا. موضوع فقرتنا النهارده هو سؤال، امتى تعرف او تعرفي انك في علاقه حقيقيه مش مزيفه؟ في دراسه اتعملت في جامعه هارفارد، الدراسه دي انتشرت قريب جدا لو تسمعوا عنها، استمرت حوالي 75 سنة. لقينا ان اجيال من الباحثين واجيال من البشر من خلال الدراسة دي كانوا عايزين يعرفوا ايه اللي فرق في حياة الناس بعد السنين الطويلة اللي هم عاشوها، هم واولادهم واحفادهم. كانوا متصورين او متوقعين في البداية ان اللي فرق في حياتهم اكيد اهم حاجتين اللي الناس كلها بتفكر فيهم، الشهرة والفلوس. بس اكتشفوا انه لا، ان اللي اثر بجد في حياة الناس واثر على صحتهم النفسية والجسدية وطول أعمارهم وأثر على مدى سعادتهم وفرحتهم في حياتهم مدى وجود علاقات طيبة بيشملها الود والمحبة والتفاهم. طب هل كل العلاقات في الدنيا هتخلينا مبسوطين وطايرين من الفرحة وهتطول أعمارنا؟ قالوا لنا لأ، لازم تكون علاقة حقيقية. نرمين، هو هل في علاقة حقيقية وعلاقة مزيفة؟ قالوا لنا آه. طب في حاجة بتميز العلاقة الحقيقية؟ قالوا لنا في 7 معايير. 7 معايير دول لو اتحققوا خليكم واثقين 1000000% ان العلاقه دي هتكون علاقه حقيقيه. احنا في الاخر عايزين نوصل بيها لعلاقه حقيقيه نفسيه سويه. العلاقه النفسيه السويه دي ليها معايير كتير جدا، منهم مثلا في نظريه الكراسي. الكراسي يعني ايه؟ يعني كل واحد فينا يحط مكان التاني، يحط نفسه مكان التاني. انا اشوف هو في الموقف دوت يقبله، ولو هو مكاني هيبقى راضي بالنتيجه اللي حصلت، وفي نفس الوقت اديله فرصه ان هو كمان يحكم عليا واشوفه زي ما هو شايفني بالظبط، ما اظلموش ما يظلمنيش. كل واحد فينا لما يحط نفسه مكان التاني هيبتدي يعرف انا فعلا هو كان معاه حق في اللي عمله ولا ما كانش معاه حق. في كمان انه لازم لما نبقى مع بعض في اي علاقه لازم يبقى عاملين حسابنا انه في حاجه اسمها قناع. الناس كلها في بدايه العلاقات بتبقى لابسه قناع، القناع ده لازم يتخلع. هو في علم النفس بيقول انه بيتخلع اوريدي لوحده بعد حوالي 6 شهور تقريبا. كل واحد بيطلع على حقيقته بقى. على حقيقته بعد 6 شهور، محدش بيقدر يفضل لابس القناع ده مده طويله. علشان كده دايما نقول للمخطوبين طولوا مده الخطوبه، اعرفوا بعض اكتر. في ناس بتعترض يا نرمين على موضوع فتره الخطوبه انها خالص تبقى طويله. هي حاجه صحيه جدا، حتى بالمثل البلدي كده، تعرف فلان؟ اعرفه، عشرته ما عشرتوش يبقى ما تعرفوش. فبالتالي لازم ادي لنفسي المساحه وادي لقدامي المساحه، نشوف نفسنا مع بعض لما نتكلم هنتكلم ازاي، لما نختلف هنختلف ازاي. كمان معيار من ضمن المعايير دي في حاجه اسمها العلاقه المقفوله. العلاقه المقفوله دي مش مجرد معنى ان انا اتجوزت معنى كده ان انا حياتي اتقفلت على جوزي وعلى اولادي وبس، لا، انت بعد شويه هتلاقي نفسك محتاجه تخرجي مع صاحبتك، محتاجه تنزلي تقعدي في حته هو مش فاضي، محتاجه تخرجي من الكبت بتاع الولاد والبيت. علاقتك باهلك، علاقتك باصحابك، علاقتك حتى لو كان شغل، حتى ما ينفعش اقفل انا وهو الاثنين علاقتنا على بعض، لانه بعد شويه غصب عننا دي هتبقى علاقه سامه وهنخنق بعض وهنراقب بعض ونقعد على قلب بعض بطريقه وحشه جدا، بمرور الوقت هنضطر نسيب بعض. كمان في حاجه رابعه مهمه جدا، انه لازم في العلاقات دايما ابقى حاسه ان اللي قدامي حاسس بيا، حاسس عارف انا فين، هو انا عارفه هو فين، متابعين بعض في الحياه الحياتيه اليوميه اللي بتحصل. صح. وبتتكرر طول الوقت، راح شغله، صحي امتى، حتى لو مخطوبين، حتى لو متجوزين، حتى هي دي العلاقات السويه. يبقى في متابعه طول الوقت، متابعه طول الوقت، تحسي ان احنا موجودين فعلا في حياه بعض، هو مالي يومي وانا ماليه يومه، لان مجرد ما هو هيخرج من حياتي وهيسيب لي اليوم فاضي مين هيملاه؟ هتبصي تلاقي بعد شويه الدنيا باظت خالص. لانه كمان الاهم من ده كله كمان ان احنا اكيد مختلفين مش زي بعض، يعني احنا مش شبه بعض، حتى الاخوات بيتخانقوا في البيت، الصحاب في الشغل برضو بيختلفوا، انت ومامتك بتختلفوا مع بعض. المهم بقى لما نختلف نراضي بعض ازاي؟ نصالح بعض ازاي؟ هل هنضرب بعض؟ هل هنتقمص من بعض؟ هل هنصالح بعض بالحب والرحمه والموده والحنيه ولا ايه بالظبط؟ بالظبط. اضافه طبعا يا نرمين للمعايير اللي انت اتكلمتي فيها، انت قلتي 4 معايير.
المعيار الخامس هو معيار مهم جدا، انه لازم الشخص او الطرف اللي قدامي يجيد الاستماع او الاصغاء ليا. يعني ايه يجيد الاستماع او الاصغاء ليا؟ يعني وقت ما احتاج ان انا اتكلم، وقت ما احتاج ان هو يسمعني، وقت ما احتاج ان انا محتاج الشخص ده بالذات هو اللي يحتويني ويتكلم معايا واحكي له كل حاجه، الاقيه. بس الاقيه بمعنى الاقيه، مش يبقى قاعد جنبي ودنه معايا ودماغه في حته ثانيه زي ما بيتقال انا في وادي وهو في وادي، قاعد معايا ومش معايا. لا، يبقى حاضر مركز منصت مهتم ومتفاعل بكل احاسيسه ومشاعره في الموضوع اللي انا بتكلم فيه. خامس معيار، وده مهم يعني كرغده انا مهم جدا بالنسبه لي، اهم معيار بالنسبه لي، وهو اني اتقبل واحترم الشخص اللي قدامي بدون شروط. بس مش معنى كده ان انا اكون موافقه على كل اتيتيود او كل تصرف هو بيعمله او اي قرار هو بياخده. ناس هتقولي طب ما هو القبول هو الموافقه، اقول لكم لا، القبول يعني انا قبلك بكل حاجه، بنقاط ضعفك بقوتك، بنجاحك بفشلك، بعيوبك بمميزاتك، ايجابياتك بسلبياتك. ما ينفعش ان انا اقول لا، انا اقبلك بكل حاجه. سابع واخر معيار عندي سريعا بس عشان وقت الفقره، ان انا ما احكمش عليك حكم قانوني او اخلاقي او اي حكم في الدنيا تحت اي ظرف من الظروف. انا ولا رجل دين ولا قاضي ولا مصلح اجتماعي عشان اجي اصلح منك، انا قبلك زي ما انت. واخيرا قبل ما اختم فقرتنا، في حاجه مهمه جدا عايزه اقول لكم عليها. العلاقات بين البشر زي ما ممكن تكون أهم الأسباب المسببة للسعادة، ممكن جدا تكون أحد الأسباب المسببة للتعاسة والألم والحزن. في علاقة ممكن تطلعك سابع سماء وعلاقة تانية تنزلك سابع أرض. اللي بيأذي ويجرح ويوجع الناس علاقة، واللي بيبسط ويداوي ويعالج الناس برضه علاقة. علشان كده لازم دايما نتقي ربنا في بعض، لازم نبقى واخدين بالنا إنه لازم ربنا يبقى موجود في علاقاتنا. بالزبط. مع بعضنا بالظبط. فاختاروا الناس يا ريت اللي في علاقتكم معاها تكونوا نفسكم الحقيقيه مش المزيفه. اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله، فقره جديده وموضوع جديد من عصابه حواء.